أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتئس بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا خاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم فيصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى كلا
إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة.